انت عم تقلي اترك وروح، حياة جديدة شو؟ إذا بنتي ما قدرت أحميها منهم، شلون بدك يعني أرتاح؟ بس بترجاك إذا بيطلع بإيدك، بدك تساعدني يا عم محمد، ساعدني أحمي بنتي وخلصها من هالظلام. طلبك هذا وجهه لرب العالمين وحده يا أخي، وإذا رب العالمين راد إنه هالشي يتحقق، بيتحقق بلحظة. ونحن مشان نسكت هالبطل اللي سمعت صوته، راح تكون مهمتنا الثانية إنه ناخذ منه شيء ما بيريد هو إنه ينكشف لحدا. ليكون بدك يعني موته لحتى ترتاح؟ ابدا. لكن شو بدك يعني اعمل؟ ها؟ جبت لك عصير يا اميرنا. ولك انا الله شو اللي بلاني بهالعالم هي؟ العمى. المرأة من ناحية والولد من ناحية وما حدا عم يفهم علي. الو، ايه والله لو بعتت اولاد كانوا خلصوا من هالشغله. العمى شلونكم حمير؟ ولا بدكم تجلطوني انتو التانيين؟ لك شبك خرسان ما تحكي؟ يا بيك صار بين ايدينا. ولا لا تكون صدقت اللي قلت لك اياه، ليش واقف؟ يلا بلش غزغز فيه يلا. سكو عندك، انا بفرجيك. لك وينك يا هارون؟ رد على التليفون بقى، خلصني بقى، رد علي. يلا رد رد. هاتوا للتليفون لشوف، هاتوا هاتوا. يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، بس حطي ببالك انه يوسف ابني ما قتل لك بنتك. عيب عليك يا مريم خانم، هي بدل ما تهديها قاعده عم تحكي لها الحكي هاد، على الاقل واسيها شوي. ولك انتم من وقت ما اجيتوا خربتوا حياتنا، وفوق منا جايين هلا تعطوا نصائح. يلا بقى تعي، خلينا نروح على البيت. يلا مريم. كنت بعرف انك رح تساعدني، كنت بعرف كمان انه رح يطلع بايدك. ايه قومي عمي قومي، شوية تاني رح تقعدي على راسي وتخليني كب القهوة على حالي. طيب أنا رح روح على الجامعة. بصراحة أنا كنت حابب أعطيك السيارة، بس بخاف عليكي من الفرحة تعملي لك شي حادث. بخاطركم. برأيي إنك تبلش معه بمواضيع تقيلة بابا، وأكيد هاد الشي اللي بلال كان بده يقلي عنه. أنت عم تحاول إنك تستغل وجود أخوه بالسجن كرمال إنه حضرتك تحط إيدك على بلال. وشو دخلك بواحد غريب عنا؟ لا هو مانو غريب ابنه. وشو بيكن لك؟ هو بيكن لي رفيقي، بيكون رفيق لإلي وأحسن رفيق. ميرنا أنا رح لاقيها، حتى لو تخبت بسابع عرض أنا ما بستسلم. خير بابا؟ تعال على الشط فورا عند المرفأ القديم. رح أتأخر شوي. أعمل لك فورا. ماشي بابا.
ليدي الينور، نحن هون ما عم نلعب. إذا مرة تانية بتدخلي أمورك الخاصة بشغلنا ما رح نرحمك بنوب، وأنت بتعرفي منيح معنى كلامي. وأنا بعترف بخطئي. بسببك كاظم قرر عم يخربط الدنيا وعم يعقد شغلنا، وأنت اللي أعطيتي أمل بموضوع الإحالة. بس الإحالة ما رح تكون لكاظم، الإحالة رح تكون لممتاز صاروخان، وبهالخصوص لازم يسكت كاظم وما يعمل شيء. هاي وظيفتك لأنه هو شريكك، مفهوم يا ليدي؟ طبعا مفهوم. ما بدنا حدا ينتبه لك. يقطع عمرك شو فجعان. يوسف إذا بدك أنت فوت، لا تخلي ماما تستنى. أنا عرفت كل شي بلال، وكمان بعرف إنه أبي مشان يضغط عليك ويخليك تشتغل حط حياة أخوك يوسف بالنص. أنا آسفة كتير بلال. شور الخبر حتى يعرفوا اني ما رح خليهم ياكلوا الاحاله ويتهنوا فيها. اسمعني منيح، بدي يوصل لممتاز صاروخان وعلى لساني انا انه قدر يحصل على الاحاله، بس انا ما رح خلي هيك شغله تمر على خير ابدا. طبعا انا بعرف انه بلال ايدن مشان يخلص اخوه من السجن هو اللي راح على المكتب وقوص مراد كهرمان هداك اليوم، فما يظن ممتاز صاروخان انه هيك اخذ هي الاحاله مني، لاني رح ارجع اخذها منه. يوسف أيضاً طلع من السجن؟ الله معك. يعني هلأ ميرنا؟ نايم نايم، تعالوا الأولاد نايم. لك أنا لساتي ما ورجيتك شو يعني إنك تتجوز من دون علمي يا كلب. ماشي إذا ما بخليك تطلع يا حيوان. يا عيني عليك. افتحي الباب. حاضر. مين يلي جاي يا ترى؟ إذا كان الملك معناته ما رح يخلي لنا شي ناكله. إذا كان هو لا تخاف، رح قلعه دغري من هون. مريم خانم، يوسف، تعا شوي. آخ يا أمي، مفكرة أنك إذا بعدتي هدول الفساتين للحارة الشعبية القديمة رح تكوني عم تساعدي الناس الفقرة اللي مو ملاقين شي ياكلوا أو يلبسوا. شايفة هالشغلة؟ عن جد طلعوه من السجن للولد. اف. طيب لا يكون الفاكس اللي بعته للأم انفسر وغلط. دك أنت شو عم تحكي؟ كل واحد بالبلد بيعرف أني ما رح ساعد هالناس الرجعيين المتخلفين، بس المحروسة بنتك بتقول انه هي رايحة على الجامعة وما منلاقيها غير عندهم. ايلول، ليش واقفة عندك؟ فوتي لجوا. هاي ما بقى يمشي الحال تضل عندي. انا ما بقى استاهل تحبني يا يوسف. ميرنا، شو هذا الحكي؟ ميرنا، ميرنا،
تعي معي. لا يا ميرنا، لا يا ميرنا، ردي على جوزك. أنا بدي أخذ مرتي وأمشي. مرتك؟ استنى عندك ولا شو بدك؟ بلال ما بدي أشوف وشك هون، فهمان؟ فهمان ولا؟ بلال بلال بدل ما تتهجم علي، احكي لها لأمك كيف طالعت أخوك يوسف من السجن، احكي لها، إلا مين أزيت لحتى خلصته؟ بلال ليش ساكت يا ابني؟ إلا مين ضربت مشان تطالع يوسف من السجن؟ احكي لنا شو صار بلال؟ ليش ما عم بتجاوبني؟ قالت أبوها لأيلول؟ ما تقلي يا بلال إنك أنت اللي عملتها. ماما لو ما عملت هيك كانوا قتلوا ليوسف. يا ريتهم قتلوه. يا ريتهم قتلوني. أنت صرت قاتل مشان هن ما يقتلوا ليوسف، رحت وقتلت حالك يا بلال، وهلا انت بنظري صرت ميت. ماما يلا خلينا نمشي، خلينا نترك عائلة ايدن لحالهم مع همهم بهي الليلة السوداء اللي رح يعيشوها سوا. يلا يلا يا ميرنا اتركني. يلا عم قلك خلصيني. انقلع اتركني، ما عاد بدي اشوفك ابدا. ميرنا اطلعي. ميرنا لا تخليني اضربك. شو عم تقولوا لا حقير؟ والله لا موتك. انت لا يوسف يا ولا هذا باين ده واحد بلا ترباية بنوب، لا توسخ ايدك في لك ابني. اتركه، اذا بتنمد ايدك على امي بقطع لك اياها. ولا بلال انا بدافع عن حالي يا بلال، وحتى لو كان الموضوع في موت انا بحمي حالي وعيلتي كمان، ومن هلا ورايح انت لا بقى تحمي حدا من هذا البيت، فهمت؟ ميرنا ميرنا طبعا هربتوا البنت المسكينة. يوسف لا تروح. يوسف انا خسرت اول ولد وما بدي اخسر الثاني كمان. امشي. امي بس فهميني. ابني لسه هلا طلعت من السجن، المره الثانيه ما رح يتركوك تطلع. أمي معها حق يا يوسف، أنا هلأ رح أوعدك رح خلص لك ميرنا من إيدين تيم، ورح حطها بمكان كتير أمين، وبعد هيك رح أطلع من حياتكم. أخي أنت أصلاً عملت كتير شغلات من شاننا. ماشي، وإذا أنت كمان بدك تعمل شغلة منيحة كرمال الشيء اللي أنا عملته بتترك كل شيء وبتقعد بالبيت جنب أمك وبتسمع كلامها، بتضلك جنبها يا يوسف. يلا مسحوا دموعكم وخلونا نفوت على البيت بسرعة بما أنه كل أهل البيت هون. Thank you.
لهون. يلا يا ميرنا، يلا حبيبتي ميرنا. شوفي ما بقى في حدا بالشارع ابدا، ونحن كمان خلينا نروح على بيتنا. ما بدي، تركيني. لا تخليني اضربك هلا. انت مانك بالسجن هلا يا يوسف، وما بصير ابدا انك تدخل حالك بمواضيع عائليه وخاصه. لان مواضيع عائليه انا مو قدران اعمل شيء، ومع اني مو بالسجن ما عم بقدر اوصل لميرنا وساعدها بحل مشاكلها ابدا. ولو ما عندي ثقه باخي بلال ما كنت قعدت هون ولا لحظه واحده. انت ما بتعرفي شيء يا بنتي، هدول الرجعيين بيقدروا يستغلوا الناس ببساطه، بيضحكوا على عقولهم وبيغرروا فيهم كمان. ونحن كل عمرنا كانت قضيتنا انه نقدر نفضح هدول الناس يا ايلول. وهلا اذا حطيت حدا يراقبك فمو مشانك، بس انا بقدر اوثق فيهم. فهمتي شو قصدنا حبيبتي؟ نحن خايفين عليكي. ايه بعرف بعرف، انتو بدكم مصلحتي وامني. وهلا خلونا ناجل هالنقاش لبعدين. صراحه انا ما عندي معلومات كثيره عنهم مثلكم، انا عم فكر ببساطه اكثر. شيء كثير ممل. وعلى ذكر سيره ممل، ما سالتكم لساتكم مقررين تعملوا حفلة الكوكتيل اليوم؟ ايه طبعاً، وضيوفنا رح يبلشوا يصلوا بعد شوي، ويا ريت انتو كمان تكونوا موجودين معنا بالسهرة. تمام، لكن خليني روح حضر حالي مشان الحفلة وأعزم رفقاتي. تفضلي. أنا شو قلت لك يا خانم؟ حتى الحب له حد. لا بقى تتدخلوا بيناتنا، لا أنت ولا هداك اخوك الخروق. ولك انت ما عم بتشوف حالتها؟ هي ما اسمها محبه. انت لا تشغل بالك، واصلا انا هلا رح ورجيك شلون بتكون المحبه على اصولها. انتبه لحالك بلال. الاصلاحيه فيها كثير زعلان من شاكلتك، واحيانا بيجي على بالي مثل الكابوس. شو كنت رح اعمل لو كان اخي مثل شي واحد من هدول الشباب الزعران؟ شو كنت رح تعمل؟ هذا يلي بعمله بركي هيك بيعقل وبيتربى. ميرنا تعالي خليني وصلك على بيتك. لا يا أخي بلال، مستحيل، ما بقدر روح لهنيك. ما تاكلي هم، رح أخذك لمحل ما حدا بيلاقيك فيه. يلا تعالي معي. تفضل ياسمين. ماني قدران قرر البس اي واحد، شو رايك؟ غريب، بالعاده ما بتاخذ رايي باي شيء بخصك. شو عم تحكي ياسمين؟ كنت عم اقول خلينا نروح شي مشوار، وسالتك اي قميص البس ونحن رايحين، معقول تعملي قصه من هالشغله؟ ما رح اعمل قصه من هالشغله بيركانت، بس انا ما بحب ابدا انه حدا يقرر عني اي شيء. قرار شو هاد؟ ممنوع اعمل لك مفاجأة؟ بيركانت، أحلى مفاجأة بتعملها إنه تتركني الليلة أبقى لحالي، ممكن؟ طيب. Thank you.
ما قلت لي انه قبل ما ينشف حبر التواقيع رح تتضاعف ثروتنا؟ بتعرف اني حبيتها كتير لهالفكره؟ ممكن نستفيد منها كتير. ابشي دعايه بتخص الفوائد، ضاعف نقودك قبل ان يجف حبر توقيعك، وهي الدعايه رح تضرب كتير بالاسواق ورح تكفت علينا العالم مثل تونا بانك. ياسمين حبست حالها فوق وكاني مالي موجود. بركانت، ليش حتى اكذب؟ حلمي من سنين صار حقيقه، واخيرا قدرت اني اخذ مناقصه كثير مهمه، ومو قدران اني احس بوضعك ولا بوضع اي حدا، وهلا ما بدي غير احتفل بهي المناقصه. يعني زوجوكي بالغصب واحد ما بدك اياه، وانت بتحبي يوسف اخوه لبلال، ما هيك؟ معناتها هي عندكم جزء من تقاليد العيلة. أنا بتشكرك كتير لأنك قبلتي يا ياسمين، أنا ما أجي على بالي حدا تاني. طيب ماشي، على الأقل سمعت كلمة منيحة منك. ماشي، خليني أنا أروح. ونحن لازم نحكي شوي، وبعدين رح نشوف شو ممكن نعمل سوا لحتى نلاقي حل لهالمشكلة. حل شو؟ بما انه البلدية اللي كتبت لك كتابك، نحن رح نروح على البلدية ورح نحكي لهم القصة، ورح نقدم لهم شكوى، وإذا ما حلوها منروح على المغفر ومنشتكي هنيك، ورح نضل ناضل للنهاية. آخ يا أمي، ليش وقفتي بطريقي؟ مو أنت دائما بتقولي لي مشان وقف جنب الناس المظلومين؟ الله أعلم وين أميرنا هلأ. ابني، أنا عم فكر فيكم مستقبلك، مشان هيك أنا ما بدي إنه. ليش الكل عم يفكروا لي بمستقبلي؟ أنتي وأخي وإيلول، وهلأ عن جديد طلع لنا أبوها للست إيلول كمان. طيب بس تركوني شوي لحتى أنا أفكر بمستقبلي. فعلا هذا اللي صار معنا بالضبط، بس المهم نحن لازم نعرف كيف نوقف هالمؤامرة وندافع عن بلدنا بشكل حضاري. معك حق، يعني المفروض تنحل كل هالقصص بسرعة. انا هلا ما عم بدي اشوف الا كل شيء عم بيصير عنا غلط ومو منيح. ها، اهلا وسهلا. اجى الاستاذ. يا اهلين وسهلين، نورتوا. اهلين ست ناري، ما رح تحكي. تفضلي. اهلا وسهلا فيكم وشكرا لحضوركم. اهلين فيكي. بالحقيقة نحن اليوم للأسف الشديد ما بنقدر نقول إنه عم نعيش أحداث حلوة، وكل يوم عم نشوف كيف عم تتغير بلدنا، ولأنه هذا الشيء خطير، ولحتى بكرة ما نقول إنه تأخرنا لازم نتحرك بسرعة مشان ما نترك المجال لهدول الرجعيين يلي ما عم يعرفوا حدودهم، واللي عم يحاولوا يستولوا على بلدنا الحضاري وبأساليب كتير سيئة، وإنتوا فيكم تشوفوا أثرهم على المجتمع. وللأسف في عنا كتير أشخاص جاهلين وبنات كتير عقولهم مغسولة، وهن تحت اسم الحقوق الديمقراطية للإنسان عم يعملوا كل هالنشاطات التخريبية. طبعاً ما بنقدر نقول إنه كل شيء سيء، وكرد على الجماعات اللي عم تحاول جر بلدنا للعصور الوسطى. نحن في عنا خطط كبيرة لإنقاذ بلدنا ومجتمعنا من هالأفكار الرجعية، ومنها جلسات الإقناع. وطبعاً جلسات الإقناع لازم تكون نموذج قيادي معتمد. وبالحقيقة غرف الإقناع أثبتت إنه القضية ما إلها علاقة بالحجاب، مزبوط كلامي؟ ونحن بعد بحثنا الأخير اللي عملناه مشان كل هدول الناس الرجعيين، لقينا إنه المجتمع وخاصة بالحارات الصغيرة عم يضغط على البنات لحتى يجبروهم إنه يغطوا روسهم، و10% منهم مو مقتنعين باللي عم يعملوه أبداً ولا رضيانين. ومشان هذا الشيء نحن قررنا إنه لازم نجتمع، ونحن هلأ لازم نلاقي لهم حل لحتى ما عاد يقدروا يضغطوا عليهم مشان الحجاب. ما
بعد ما تشربي هاد رح تنامي مثل الولد الصغير. حبيبتي ولا ما بصير تعملي هيك، انتي لازم تنامي. طلعي على حالتك كأنك ناوي تدفني حالك وانتي لساتك عايشة. انا بقول انه كل هم يمكن يلتقاله دواء، بس لما بتطلع على حالتك بلاقي هالحكي مو مزبوط بصراحة. طول ما انتي بهالعقلية ما رح تحلي مشاكلك بنوب. دين انتي ما عم بتقولي انك بتحبيه، معناتها لازم تكوني اقوى من هيك بكتير. بحالتك هي ما عندك القوة حتى انك تورجي محبتك. هلا انتي عم تحكي معي ولا عم تحكي مع حالك؟ يوسف آيدن، كل شي حلمت فيه صار ملكي. المعركة انتهت والنتيجة أنا اللي انتصرت عليك. تيم، أنا بورجيك يا عديم الشرف، ما عاد قدران أتحملك. رح نتواجه يا تيم، وهالمرة مستحيل إني أسكت لك. يعني أنت متأكدة إنه هاي الشغلة رح تفيدنا؟ طيب انتي واثقة انك رح تقدري تكملي حياتك هيك وتعيشي مع زلمة ما بتحبيه بنوب؟ نحن منروح منقدم شكوى بالبلدية وبعدين منشوف، وإلا منلاقي حدا يسمع همنا ويساعدنا بهالمشكلة. خلينا نمشي. لا تخليهم يشوفوك هون أحسن، خليك مستني بالسيارة. طيب أنت ليش عم تساعدني هلأ بعد كل هالشغلات الوسخة اللي عملتها معكم؟ هذا مو وقت هذا الحكي ولا مكانه. أنت هلأ بس خد بنتك ورجع على البلد، بجوز بعدين نلتقى ونحكي وبنتحاسب على كل شي كمان. ياسمين! 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 أنا أخذته لحتى أشوف إذا كنتوا عم تحكوا مع بعض، وطلع معي حق، عم تحكوا مع بعض.
انت عن جد واحد ما فيك مخ منوب؟ وهلا اذا البنت وقعت بشي مصيبه شلون بدنا نوصل لها يا غبي؟ وقت ابوها شو بده يعمل فيك؟ قل لي لشوف. عم تحكي معي؟ عم اسالك انت عم تحكي معي؟ طه 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 طه. خير عمي سليمان؟ معقول يصير خير يا يوسف؟ قول ما في غير الشر، وهالزمان عاطل، في الحرامي وفي المنحوس. سليمان افندي يا ريت تطلع لهون شوي. بتقدر ترجعه على محله يا يوسف؟ شو لسه ما طلعت سليمان افندي؟ يا ريت تطلع لهون بسرعه. يلا رح روح شوف شو بدها يوسف. اجيت اجيت. شبك بلال ليش هيك؟ أنا هلا عندي كم شغلة ولازم أخلص منهم بسرعة. إذا احتجت لأي شيء حاكيني على الموبايل. ماشي بس أنا بدي أقول لك شغلة. كنت حابب أقول لك شو آخر الأخبار. ممتاز بيك قال إنه نحن رايحين مشان يوقع مناقصة الشبك. وين؟ العم عم قول له مناقصة البنك هو مو سائل عن شيء، شبه؟ والله ما بعرف شو اللي صاير لعله هالزلمة، جانن يمكن. يوسف يلا تعال ساعد عمتك. يوسف الله الله هلا كان هون. طيب شو صار لك وليش وشك اصفر هيك؟ يوسف اخذ المسدس من الدرج. يوسف يلا قل لي فيك شيء؟ يوسف لي ليكون هذا طلعي لورا هداك الزلمة ليش عم يصورنا؟ بابا ابوكي تعال لهون نحن شفناك وانت عم تصورنا روح قل له لبابا انه انا عرفت انه عم يراقبني يوسف انا قلت لكم انه من شعبة المرور رح تعرفوا فورا وين السيارة المهم انت تركت السيارة على الساحل ما هيك كيف هالرجال ما فكر انه من هنيك بيقدر يوصل لممتاز صاروخان؟ شش اسمعوا لك انت بعدت السيارة مع حدا؟ ايه منيح وهلأ انا فورا رح الحقكم بهالحالة ما رح تروح لمحل بعد اذنك ماما لو انت ما دخلتي هذا ابو دائن لعند ميرنا ما كانت هلأ طلعت بهالحالة من البيت عرفتوا اللي هدول يلي بالسيارة هدول جلمو لتين بيك امشوا بلا حكي خلينا نسرع سوقوا بأكبر سرعة ألو اسمعني منيح بدي تديروا بالكن وما يغيبوا عن عيونكن وانتبهوا كتير منيح إذا في حدا عم يلحقكن وإذا كانوا اللي قدامكم رح يفوتوا بشحارة اقطعوا عليهم الطريق فوراً وأنا هلأ جاي شوي بكون عنكم إذا ما قدرت وصل بسرعة وقت أقولوا لمرتي إنه الطريق زحمة يعني يمكن أتأخر لي شوي
خير يا يوسف بيك؟ شو بلشت تقطع طرق؟ عم تشلح الناس بالشارع ولا عم تاخذ منهم مصاري؟ هلا رح تدفع ثمن اللي عملته بميرنا. غريب، وانا اللي قلت لما شفت وضعك بالجامعه انك طالب حقوق كتير منيح، بس بصراحه انت كان لازم ترسب بماده القانون المدني. شو فكر حالك عم تعمل يا يوسف؟ ميرنا صارت مرتي، وهلا اذا انت بتبعد عن طريقي رح روح واخذها. هلا بدك تعترف؟ شو عملت بميرنا؟ وينها هلا؟ لا تسالني هالسؤال، الاحسن انك تروح تساله لاخوك الوفي. امبارح المساء هو اخذها وخباها بشي محل. اخي لا، واقف 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 واقف. واقف عندك واقف. هاي هاي واقف واقف. يعني فهميني كيف ما انتبهتوا لطلعت يوسف طوله وعرضه؟ والله انا ما بعرف يا اختي انه يوسف كان جوات المحل. وبعدين بجوز كنا غرقانين بشي حديث انا وسليمان افندي. لك ما عدت تلحقيني، انت بس عدي واحكي مع سليمان. اخ يا ابني، اخ يا يوسف، معقول انه يلبق لايدك السلاح؟ ومع مين شفته؟ ومين علمك تمسك السلاح؟ طيب ما حسيته بارد؟ وشو اللي رح تعمله هلا؟ ومشان تدفع رح تضغط على الزناد؟ انزل فورا من السيارة يا وسخ. كيف عملت هيك؟ كيف بتقدر انك تكون كل هالقد حقير؟ وكمان بتقول انك بتحبها؟ يوسف، يوسف وقف، لا تعمل هيك. لا يا يوسف وقف، لا تعمل شي بيخليك تتغير وما تبقى يوسف. وحتى لو بدك هالشغله انت ما بتقدر تعملها، رح ياخدك على محل انت ما تعودت عليه ابدا، وعم يضغط عليك حتى تحكي بلغه انت ما تعودت عليها، وانت ما بتقدر تكسب حبك بالحكي بلغته يا يوسف. أعزائي المشاهدين، سنوافيكم بآخر الأخبار الجديدة حول هذا الموضوع حسب آخر المعلومات الصادرة عن مصادر غير رسمية فيما يخص الموضوع، فقد تم الوصول إلى النهاية تقريبا، وحسب هذه المعلومات فإن المالك الجديد لتونا بانك هو السيد ممتاز صاروخان الذي نجح في أن يصبح هو صاحب الكلمة في قطاعات مختلفة. ونود أن ننوه أنه بإمكانكم مشاهدة مقاطع هامة من اللقاء الذي أجريناه مع رجل الأعمال الشهير في نهاية البرنامج. ووردنا الآن أن السيد مراد كهرمان الذي تعرض لهجوم مسلح البارحة قد غادر المشفى في منتصف الليل. مضيت كل عمري وما أخذت يوم إجازة، والله هذا الشيء مو طبيعي. كيف بيسلموا المناصب لعالم ما بتلقى هزة؟ قال شو عم يطلب إجازة سنوية؟ عينك عينك رح يطالعوا الزلمة من الطريق. وهذاك البنك عم يكبر راسه لممتاز. والله يا ممتاز أنا ما رح ارتاح بكل عمري لحتى أقضي عليك وأخلص منك. انبسط بفوزك لشوف، انبسط، بس لازم تعرف انه حفلة الافتتاح اللي رح تعملها رح تكون بأبرك يا ممتاز صاروخان. كاظم شو صاير لك؟ مو صاير لي شي. يعني انت جنيتي شي؟ عم تضحكي علي وليه؟ ها؟ كاظم قرب، طلع لبرا. انت موتت جوزي، بس ما رح اقدم لك ابني ضحية كمان. يعني بالمختصر في اعتداء على حرمة البيوت، بالإضافة للتهديد بأنهم يهدوا البيوت وتسببوا بقتل طفلة، والأفظع من هيك أنهم خطفوها لميرنا وراحوا زوجوها غصبا عنها.
كل هالحكي ما بيفيد ابدا. واذا البنت اللي انخطفت ما ادعت ما رح تستفيدوا شيء. واذا ما كان في ادعاء ما فيني اكتب اي ضبط. بعدين هدول الناس كتير خطيرين، فلازم يكون على القليلة عنا أدلة قوية لإدانتهم. بس مدام أنتوا على حق فأكيد رح تلاقوا الأدلة الكافية لإدانتهم. شو عملت بابني يا كاظم قرة؟ لا تخافي يا مريم أيدن، ابنك لساته عايش، ولا تفكري أني ما قتلته كرمال أني خايف منك، بس لأني ما قدرت. كاظم، شو عملت يا كاظم؟ أنا 100 مرة قلت لك ما تتدخلي بشغلي، وهذا كمان منصلب شغلي. تعرفي إنه أولاد هالوسخة هي قاعدين عم يتدخلوا بشغلي؟ ولو إني قوصته لابنها كنت صرت غني كتير، وكمان بلال كلبه الممتاز راح سكت مراد كهرمان، وكمان أخذ مني يوسف. وأنا شو اللي كسبته هلأ؟ ولا شي، ولا أي شي.